يا رب شو ساوي بهدول الورق؟ شو هالورق اللي مخبيتيها وراكي؟ هدول أعطيني إياهم، أعطيني لشوف. خلص جاهدة خانم، شو عم تساوي؟ تركي لي إيدي. ولا حرف. هالورق بتعني إنه آخر أيامك بهالقصر قربت، تعرفي هالشي مو هيك؟ أخيراً أمير فهم إنه مالك مناسبة لإله. شو قلتي؟ شو يلي عم بتلمحي له؟ احكي بوضوح، معلش تحكي مشان افهم. وقفي هالمسكنة لأنه ما رح تمرق علي، لهيك أحسن لك توقع هالوراق وترجعي على المزبلة اللي اجيتي منها. هي نصيحتي لإلك. لا غصباً عنك رح توقع هالمرة، كل شي غير، وصدقيني ما في شي رح يحميكي. شو يعني هالمرة غير؟ ما عم بفهم، ليش ما عم تحكي معي بوضوح؟ خالك يلي مستندي عليه دائما ما رح ينقذك اصلا، بعد ما يعرف اللي ساويتيه ما عاد يطلع بوشك. واذا كان عندك شوية كرامة. انا ما عملت شي زعل خالي مني. اذا ما عملتي شي ليش اجا امير وزت هدول الوراق بوشك؟ انا ما عملت شي خجل ويوطي راس خالي ابدا، اصلا بحياتي كلها ما عملت شي بخجل منه، ولحد هلأ ما بعرف بشو عم تتهموني. لا تواخذيني، بس كلامك هاد وتلميحاتك القاسية معي صدقيني ما إلا أي قيمة عندي بنوب. شو هاد اللي عم تحكي بقى؟ قليلي أنت مين مفكرة حالك لحتى توقفي قدامي وتحكي معي بهي الطريقة؟ طلعتي بلا ترباية. أنت مو بس نزعتي سمعتك، نزعتي سمعة عائلتنا معك. لهلأ ما عم تفهميني؟ احكي بوضوح وريحيني، أنا شو اللي ساويته؟ يعني ما بتعرفي؟ كان لازم تفكري بهالشيء قبل ما تتراسلي مع رجال تاني. اتراسل مع رجال تاني؟ كيف بتحكي معي هيك؟ خلاص بكفي، ما عاد في إلك أي فرصة، وقعي وراء الطلاق بسرعة وانقلعي لبرا. إذا جابت قصة التراسل قدام أمير رح يخرب الموضوع كله، بس أمير مستحيل يصدقها، هو شاف كل شي بعينه. وشو قصة هالمراسلة؟ هو كمان معقول يصدق إني عم بحكي مع شخص غيره؟ الموبايل، ما في شي هون. مين ممكن يكون؟ كيف بدي أعرف مين هو؟ شو هاد؟ قدرتي تهربي من يلي بالبيت؟ هو مغرور وما عنده وعي وما فيك تتخيل قديش بكرهه. بس أنا ما كتبت كل هالحكي. بحبك. شوفي، كيف بتصدق إنه أنا يلي كاتبه هيك؟ شو يعني عم تتمسخري علي؟ انقلعي من وشي احسن لك، ما عاد بدي اشوفك.
صدقني أنا ما دخلني بهذا الحكي، أنا ما كتبت شي، شلون صار أو كيف أنا ما بعرف ابنه. خلص بكفي بكفي، لا بقى تحكي وتزغري حالك أكتر من هيك. عم قلك ما إلي علاقة بهذا الشي المكتوب، ليش ما عم تفهمني؟ أنا ما كتبت شي. على القليلة كوني شريفة وتقبلي اللي عملتيه لمرة واحدة. ما فيك تحكي عن شرفي هيك بسبب شي أنا ما عملته بالمرة. هالكلام أنا ما كتبته، تحملت كل شي عملته معي، بس هالشي كتير وما فيني اتحمله أبداً. كيف ممكن تصدق إني عم بحكي مع شخص تاني؟ ماشي بعرف إنك ما بتعرفني، بس كمان هالشي كتير كبير، هاد اسمه افتراء. يعني صدق اللي شفته بعيني ولا صدق؟ لا بتصدق كلامي أنا، لأني متأكدة ما عملت أي شي ممكن يكسر ثقتك فيني. أنت احتقرتني كتير وهنتني كمان، ومع هالشي كله ما رديت عليك أبداً. بس اللي عم تقوله هلأ شي كبير، أنت عم تحكي عن شرفي وهالشي ما بقبله. إنكارك هاد ما رح يغير الحقيقة. هلأ بتروحي وبتوقعي على الورق، وهالشي لازم يخلص قبل ما يعرف أبي. أكيد فهماني علي، ونصيحة لا تزغري حالك أكتر. كيفك يا بنت؟ ما شفتك اليوم، قلت لأطلع أطمن عليكي. والله جيتيني من السماء أختي فخرية. تاي 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 تاي. لك شو عم تساوي بنتي؟ ليش سكرتي الباب؟ من الهواء، الهواء سكره. أصحكت قربي مني، حاسة حالي مريضة شوي. يا ويلي. أصحك يعرف كمالها اطلعي، لأنه إذا عرف إنك مرضاني رح يفكر فوراً إنه رح تنعدى مساله تمرض. لا أختي ما في داعي يسمع ولا يهمك، اهدي. رح ساوي لك ليمون مع نعنع بتشربيه بعد الفطور، رح تتحسني عليه كتير. يلا الفطور جاهز، تعالي. قلتي الفطور؟ مين رح يفطر معنا؟ في مثلاً ملك إنجلترا، وفي رئيس ألمانيا، أنا وإنتي ومسال وكمال. مين رح يكون يعني؟ يعني العيلة كلها. خلص أختي كلوا أنتو، صحة وعافية، أنا ماني جوعانة هلأ. ما بيصير، ما رح نفطر بدونك. لا بيصير بيصير أختي، اسمعي مني. إنتو الاثنين غريبين كتير اليوم، ومن الصبح عم تخبصوا، وحتى مالي عرفانة شو بكون. اطلعي فيني، اليوم يوم مبارك بنتي، لهيك ناوية إني ساوي صينية حلاوة بسميد غير شكل، رح آخذها على البيت وآكلها أنا وجيراني، ولهيك لا تأخريني. عن جد؟ والله منيح قلتي لي. تعرفي شو؟ خلص رح ساعدك فيها لا تقلقي. يا ويلي عن جد رح تساعديني فيها؟ طبعا. حلو كتير، إذا خلصت شغلي على بكير بروح على البيت فورا، في دعاء ببيت خديجة صار فيني لحقه. يلا قوام قوام. شو بدي ساوي هلأ؟ لازم ما أجتمع بكمال بيك أبدا، اليوم وبكرة وباقي الأسبوع. بترجاك يا ربي تساعدني ولا تخليني اجتمع فيه بهالفترة. أمير راح لعنده وزدت ورق الطلاق بوشها حبيبتي جمري. بهالسرعة معقول؟ وحتى تأخر، وأكيد عن قريب رح ترجع على ضيعتها، وبعدين رح يجي دورك. وأخيراً وأخيراً. ليك يا حبيبتي لا تتركي أمير لحاله بهالفترة، خليكي جنبه ليعرف قيمتك، لأنه بعد هديك الضياعجية أنت الوحيدة اللي رح تقدري تطلعي أمير من هي الحالة. تمام خالتي جاهدة، رح جهز حالي وروح لعند أمير فورا. بتشكرك من قلبي على كل شي عملتي. لا العفو، يلا وهي الفرصة صارت بإيدك. انتبهي على حالك حبيبتي. وهلأ صار بده فنجان قهوة غير شكل. نيجار نيجار.
إنكارك هاد ما رح يغير الحقيقة. هلأ بتروحي وبتوقعي على الورق، وهالشي لازم يخلص قبل ما يعرف أبي. أكيد فهماني عليه. ونصيحة، لا تزغري حالك أكتر. هو عم يتهمني بشي أنا ما عملته، وهالشي بشع لدرجة كبيرة. هو مصدق يلي شاف، بترجاك تساعدني يا رب، بترجاك يا رب يعطيني الصبر، ساعدني، ما في غيرك إلجأ له. استني، وقت لعب ما سهل، كنت رايحة لعندها. ما بدك تقولي لي شي؟ مثل شو يعني؟ مثل قصة الصبح. كمال بيك، تأسفت كتير، وإذا بدك فيني أعتذر ألف مرة. بس صاير معك شي مشكلة أو مرضانة؟ ما عم شوف كتير بالليل، ولهيك ما عرفت وين أنا لحتى فقت. طيب خليني أمشي هلأ، مسال بتكون ناطرتني. هي ما عم تكذب وخجلانة، معناتها أكيد فاتت بالغلط. خليني شوف شو رح يصير. ما فيك تحكي عن شرفي هيك بسبب شي أنا ما عملته بالمرة. هالكلام أنا ما كتبته، تحملت كل شي عملته معي، بس هالشي كتير وما فيني أتحمله أبدا. كيف ممكن تصدق أني عم بحكي مع شخص تاني؟ ماشي بعرف أنك ما بتعرفني، بس كمان هالشي كتير كبير، هاد اسمه افتراء. يعني صدق اللي شفته بعيني ولا صدق؟ لا بتصدق كلامي أنا، لأني متأكدة ما عملت أي شي ممكن يكسر ثقتك فيني. أنت احتقرتني كتير وهنتني كمان، ومع هالشي كله ما رديت عليك أبدا. بس اللي عم تقوله هلأ شي كبير، أنت عم تحكي عن شرفي وهالشي ما بقبل. لساتها لهلأ عم تحكي بثقة، بس هالمرة ما في شي رح ينفذها بنوب. شفتها بعيني واقفة معه، وشفت رسائلهم، ولسه عم تكذب. شلون متوقع صدقها؟ مرحبا أمير، كنت جاية لعند يونجا قلت بشوفك. أهلا وسهلا جيمري. خير شبك؟ شو صاير؟ تعبان. متأكد؟ يعني بس هيك؟ إيه بس هيك، شو رح يكون فيه يعني؟ بالمناسبة أنا حافظتك وحتى أكتر من حالك، واضح إنه فيك شي، وحتى هالشي أنت مزعوج منه. تمام، ما رح سر عليك. أمير، خليك متذكر دائما أني رح ضل واقفة جنبك، وبعدين شو ما كان همك رح حاول بأي طريقة أني أساعدك. أنت شخص غالي علي. شكراً لك جيمري، بعرف واقفة جنبي، أنتي رفيقة بتاخد العقل.
بيكون منيح إذا خليتيني أكمل شغلي. طيب ماشي، بس ليك بأي وقت كان، 3، 4، 5، 6 فيك تتصل فيني، تمام؟ شكرا. صدقني ما فيني اتحمل شوفك بهالحالة بنوب، اتصل ورح اجي بسرعة، تمام؟ بشوفك. بشوفك. ريحان اختي، فيني فوت؟ طبعا اختي مليكة. جبت لك شوربة، كأنك صار لك فترة ما عم تاكلي منيح. يلا لشوف، ما بدي أي اعتراض. عم تبكي حبيبتي؟ صارت معي شغلات سيئة كتير أختي مليكة، تعبانة كتير. خير بنتي؟ شوفي أمير بده ينفصل عني أختي مليكة. كيف؟ هو مفكر أني عم بحكي مع شخص تاني غيره، ما قبل يسمعني حتى، وكل شي حكيته ما صدقه. صدقيني أنا ما عملت هيك شي أختي مليكة، أنتي بتعرفيني منيح، أنا مستحيل أعمل شي يجرحه أبدا، حتى لو ماني متزوجة ما بعمل هيك. بترجاكي صدقيني، هي هي الحقيقة. مصدقتك بنتي، مصدقتك. خلص يا عمري هدي حالك شوي، احكيلي لشوف. هلأ ما عم بفهم كيف طلعت قصة إنك عم تتراسلي مع حدا تاني؟ كان في برنامج محادثة على اللابتوب، وهو شاف المحادثة جواته، وفوق كمان شاف صورتي. بس صدقيني أنا ما بعتت شي لأي حدا، حكيت كتير بس ما عم يصدقني. إذا عرف خالي حكمة رح يتضايق، وما رح أقدر خليه يصدقني لو شو ما عملت. صدقيني أختي مليكة، اللي صار معي افتراء، وافتراء بشع كتير، وما في شاهد على هذا الشي غير الله وحده. في قصة عن الإسراء والمعراج بتعرفيها؟ قلتي قصة؟ ايه، محمد عليه الصلاة والسلام بليلة المعراج مرح على قوم أظافرهم كانت من نحاس، وكانوا واقفين عم يخربشوا وجوههم وصدورهم بأظافرهم هدول. فسأل جبريل عليه السلام مين هدول؟ فجبريل عليه السلام رد على رسولنا وقال له هدول القوم كانوا يأكلوا لحم البشر، وكانوا يحكوا بعراض الناس ويغلطوا فيهم. لا تخافي بنتي. ايه، ومين ما كان افترى عليكي صدقيني ما رح يشوف الخير طول عمره، لا بهي الحياة ولا بالآخرة. ليكي الليلة هي ليلة مباركة، أعطيني القوة يا رب. إن شاء الله بنتي، لهيك هي الليلة رح ندعي أكتر من أي ليلة تانية، ورح نلجأ لرب العالمين، ورح نصبر، وإن شاء الله الله رح يتقبل دعانا. لا تنسي إنه أبواب العدالة الربانية مفتوحة، وربنا عز وجل مستحيل أبداً يتخلى عن عبده، لهيك كوني متأكدة ما رح يتركك. الله يريح قلبك أختي مليكة، أنا هلأ بحاجة لحدا يساعدني. ربنا رح يساعدني، مو هيك أختي مليكة؟ إيه أكيد بنتي، أكيد. يلي بنلجأ له هو رب العالمين وباب الرحمة، باب كبير ودايما مفتوح، ورح يساعدك. يلا يلا مسحي دموعك حبيبتي، أعطيني هذا اللابتوب لرجعه لسونا، لأنه خبرتك كبيرة بمجال الكمبيوتر والإنترنت، وبجوز تلاقي لنا حل. يعني برأيك ممكن تلاقي لنا حل أختي؟ رح تساعدنا؟
خلينا نقول إن شاء الله بنتي. يلا ما عاد بدي أشوف دموعك بعد هلأ. إن شاء الله جيب لك أخبار حلوة. بترجاك ساعدني يا ربي، انت الوحيد يلي بتعرف بحالي وبتعرف اني مظلومة يا رب العالمين. بترجاك يا ربي وقف جنبي لأقدر اثبت براءتي. اعطيني الصبر والقوة يا رب. وين ساعتي؟ كنت حاططها هون امبارح، ولا لا تكون اجت لتسرقها؟ مو معقول. لازم صير عود حالي إني صدقها. بعدين علاقتها بما سال منيحة. هالبنت رح تطير لي عقلي. هالبنت طلعت خجولة كتير. الله يجعله خير إن شاء الله. شوفي قاعد عم تضحك لحالك. يسلموا مشان القهوة. ايه إن شاء الله أيامك كلها ضحك. أنا خلصت شغل البيت كله وجهزت الأكل كمان. في شوية نواقص رح روح جيبهم، قلت خليني خبرك. شو هذا اللي عم تقولي اختي مليكة؟ مثل ما سمعتي، اخوك مفكر ريحان عم تحكي مع شخص تاني. شو هالقصة هي؟ هادي اللي صار. طيب يا ترى فيكي تساعدينا بشي؟ يعني لو تعملي نظرة. تمام رح شوف. حاطة أكلة بالفرن، رح شوفها وارجع وإن شاء الله بهالفترة يبين معك شيء. تمام. كل هالشي بسببي. ريحان شو ذنبها؟ كان لازم أفهم. من وقت ما أخي بطل يروح معنا على العرس كان واضح في مشكلة. رح أحكي بهالموضوع مع أخي، لازم أقول له اللي كتب هاي الرسالة أنا مو ريحان. شو سونا؟ خير إن شاء الله. لوين؟ كنت رايحة بدي أحكي مع أخي. هو بالبيت؟ بهالوقت؟ لا طبعاً بيكون بشغله. رح أتصل فيه. هاتي الموبايل، الموضوع مهم لو سمحتي. لازم تشرحي لي بالأول شو هو هالموضوع المهم. أخي شاف رسائلي على اللابتوب ومفكر ريحان اللي بعتتهم، وبصراحة لازم يعرف الحقيقة. كيف؟ أمي. شو اللي رح تشرحي لأخوكي؟ رح تقولي له أنك بعتتي صورة مرته لزلمة ما بتعرفيه ولا بحياتك شفتي؟ جاوبي على سؤالي سونا.
قبل ما تحكي فكري شو رح يعمل أخوكي. ما فيني اسكت ولا كون أنانية. في إنسان رح ينظلم بسببي، رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي لأنقذ ريحان، رح روح أقول الحقيقة لو شو ما صار. بس أخوكي ما رح يسامحك أبداً. حتى لو هيك ما رح ضل ساكتة أبداً. عن جد؟ أخوكي إذا عرف الحقيقة أبوكي رح يعرف كمان، وأنتي بتعرفي أبوكي منيح إذا عرف إنه بنته عم تحكي مع رجال غريب. يا ترى قلبه رح يتحمل هذا الموضوع؟ لا تقولي هيك. لا صدقيني أبوكي ما رح يتحمل جلطة تانية بنفس السنة، فهمي هالشي. إذا قلتي اللي صار وقتها بتكوني أنتي ضحيتي بأبوكي. تعالي. بعتذر قطعت لكم كلامكم، إذا وقعتوا لي هون رح تخلصوا مني. تمام، خليني وقع أول. وكمان لازم توقيعك أنت. وهي وقعت. يعني شفت المحادثة بعينك؟ ما عم صدق ولا حتى عم أفهم أبداً. شو هو الشي اللي ما فهمته لهلأ ظفر؟ مسكت بالجرم المشهود ومع هيك هي ما اعترفت. أصلاً ما كنت ناطر منها هالشي، طبيعي ما تعترف. مع هيك في شي ما فات براسي. معقول حدا يكون عم يخون وما ينتبه لهيك شغلة؟ حط حالك محله. لو كنت عم تخون حاجة جنان بقى. تمام ماشي، رح حط حالي محله. إذا كنت عم خون رح أمحي الرسائل فورا، ما بفكر خبيها. أنت عم تقول شفت كل المحادثة وحتى اللابتوب كان مفتوح والصفحة كانت مفتوحة. ما عم تزبط، في شي غلط، مو هيك رأيك؟ فكر بهدوء. هلأ ما عم فكر غير بجرأتها وبس، وكيف واقفة قدامي وعم تقلي إن ما عملت أي شي، حاسس عقلي رح ينفجر. تمام معك حق، بس برأيي لازم تفكر بهذا الموضوع كتير منيح. يعني معقول بنت الضيعة صارت أهم من حياة أبوكي هلأ؟ ريحان بريئة أمي، ما فيني شوفكن عم تتهموها وهي ما لها ذنب بنوب. سونا فهميني، اتهمت ريحان وهي ما لها ذنب أبدا، ولهالسبب ممكن زواج أخي يتدمر. رح أعتذر من أبي، وحتى إذا اضطريت رح بوس رجلي، رح خبره يلي صار معي، وحتى لو ما سامحني ضميري بيرتاح. لهيك عطيني الموبايل لو سمحتي. لا في موبايل ولا لابتوب بعد اليوم، وما رح اسمح لك تقولي شي لحدا. طيب وشو مشان ريحان؟ بكفي انه انتزعت حياتنا من وقت ما فاتت على هذا البيت، وما عندي استعداد خليها تدمر حياتنا ابدا. انا فنيت عمري كرمال تعيشوا بهذا البيت وانتم مرتاحين ومبسوطين، ولهالسبب ما رح تفتحي تمك لو شو ما صار، ومع ابوكي تحديدا. مستحيل. بعدين كيف بتساوي هيك؟ الموضوع تسكر، في عندك اليوم مراجعة للدكتور، ولهيك جهزي حالك لنمشي. ما رح روح على أي مكان ابنه. سونا جوابك صاير أكبر منك، معك ساعة بس لحتى تجهزي حالك فيها ونروح، وهذا آخر كلام. لو عم تتهمني إني حكيت على شرفها، أنت متخيل ظفر عم تحكي معي أنا هيك؟ ليش عم تطلع هيك؟ وقت بشوف القصة من طرفها فاللي قالته صح. شو بك ظفر؟ شو يعني أنا اخترعت قصة إنه ريحان عم تخوني؟ لا طبعا مو هيك،
بس ما تأكدت وصدقت اللي شفته، وحتى من قبل غلطت بحقه ما تذكر؟ طيب بركي كل هذا الشيء ما كان حقيقي؟ ها؟ يعني عم تقولي إنه رح ينفصلوا هلأ؟ وليش متأكدة هيك؟ وثقي فيني. ما فيني أقول إني تفاجأت، كنت متوقعة، بس يعني مو بهي السرعة. بس لا تنسي إنه عم نحكي عن شخصين ما عندهم أي شيء مشترك بحياتهم، ولهيك هالشي أحسن لقلهم. ما بدي زعلك جيمري، بس إذا انفصل أمير عن ريحان شو رح يفرق معك؟ أنتوا بالنهاية رفقات، وشو ما عملتي رح تضلي هيك بنظره. كل شي رح يتغير يونجا صدقيني. وبعدين أنا عقلت، وحتى من قبل ما فكرت أخطي خطوة واحدة كرمال فوز بحبه لإلي. حاسة هالشي مستحيل بما أنه تزوج بدون إرادته، فطبيعي رح يمرق بفترة صعبة، ولهيك لازم كون جنبه لحتى داوي جروحه. وبهالوضع طبيعي كتير يتقرب من الشخص اللي وقف جنبه، وبتعرفي الباقي. بعد اللي سمعته منك الشيء الوحيد اللي عم فكر فيه هو انتي وبس جيمري، واللي بدي اياه انك ما تنجرحي بنوب. مستحيل انجرح، لانه وقت كون واقفة بين ايدين امير رح كون اسعد مرة بالعالم. رجعت وقعت، مو مشكلة، خلينا نرجع نجرب كمان. لازم تقوي الأساسات، إذا الأساس ضعيف ما رح يتعمر البيت. طيب رح جرب. أنا رايح عالشغل. عن جد؟ منيح، ممتاز ممتاز. روح أنت عالشركة وخلينا نتفتل بالبيت براحتنا. ما كنت بعرف إني عم ضايقكم. صراحة مو هيك قصدي، يعني مو كنا عم نلعب، فأكيد عم نطلع صوت وبخاف إنه نزعجك. هذا اللي قصدته. فخرية طلعت لبرا. إيه بعرف. صاير معك مشكلة؟ مين؟ أنا؟ إيه، لأني عم بحكي معك. لا لا، أنا منيحة، وحتى كمان مسال منيحة. لا مو هيك، إذا عم تتصرفي بهي الطريقة مشان اللي صار اليوم الصبح. كمال بيك، كرمال الله لا ترجع لهذا الموضوع لو سمحت. قلت لك إني فتت لعندك على الغرفة لأني كنت ناسانة وما كنت شايفة شي بالأتمة. طيب تمام، أنا رايح. شو صار معك سونا؟ لقيتي شي؟ لقيت، بس امي اخذت اللابتوب والموبايل تبعي. رح روح وجيبهم. وقفي شوي، ما رح تعطيني اياهم، وما في وقت لنقنع بنوب. فيكي تاخدي تليفوني اذا بدك، بس ما بعرف اذا بيمشي حاله، بس هو ماله من الموبايلات الجديده. أختي مليكة، اللابتوب القديم محطوط بالدرجة هنيك، هاتي لو سمحتي.
صار لي فترة ما شغلته، بس إذا اشتغل رح يكون في عنا فرصة. إن شاء الله رح يشتغل. مش الحال. الحمد لله. بس ما لازم نخلي أمي تشوفنا بنوب. إذا عرفت رح تاخده. رح وقف بالكوريدور، إذا أجت رح خبرك. فيكي تتركي لي موبايلك؟ إيه أكيد بنتي، إن شاء الله يفيدك بشي. لنشوف شو رقم تليفونه. هذا هو. ألو أورال؟ مرحبا، أنا سونا. سونا؟ مو كان ما بدك تحكي معي؟ خير؟ مو وقت هالحكي هلأ، أنا بحاجة لمساعدتك. بصراحة الصورة اللي بعتلك ياها ما كانت لإلي، يعني أنا بعتلك صورة مرت أخي. شو عم تحكي؟ أنا آسفة. حصل خير، وهلأ شو يلي بدك ياه مني؟ أخي مفكر إنه مرته هي اللي كانت عم تراسلك، ولهيك إذا ما وضحنا سوء التفاهم هاد رح يتطلقوا، ولهيك بدي مساعدتك. شو لازم ساوي؟ بسبب غبائي في إنسان بريء رح يتحاسب، وبدي منك تساعدني. احكي مع أخي وفهمه الموضوع. شو قلت أورال؟ ما بعرف. بترجاك وافي. بما أني غلطت كمان رح ساعدك، رح حاكي لأخوك. شكراً كتير لألك أورال، ما رح أنسالك هالمعروف أبدا. سونا. نعم. فيني أعرف ليش بعتيلي صورة حدا تاني؟ ما فيني جاوب. تمام، جاي لعنكن على القصر، نص ساعة وبكون عندك. تمام، رح كون ناطرتك. وهي انحلت. على أغلب متوتر بيك نسي شي لهيك رجع. ما بصدق إمتى أخلص منه بيرجع بيطلع. من كتر ما صرت إله متوتر صرت أنا متوترة كمان. تستاهلي ليلى. اهدي شوي، اهدي شوي. خلاص اهدي ليلى، ما في شي. خدي نفس قوي. نسيتيهم بالبيت، كانوا عم يبكوا عليك. تعرف طلعت بسرعة ونسيت اخدهم معي، منيح اللي جبت لي اياهم. بعرفك بتحبيهم. وكيف ما احبهم، هدول بالنسبة لإلي طفولتي. صح صغار بس متعلقة فيهم كتير. مرحبا. لكي مسار، هذا رفيقي من أنا وصغيرة، وفيكي تقولي بعتبره أخي، وحتى كبرنا أنا وياه سوا. اسمه ناجي. ناجي لا تفهمني غلط، بس لازم تروح. كمال بيك صارم بهالأمور كتير، بلا ما نخليه يعصب مني. ايه اكيد صح، بس
بدي اشرب كاسة مي. على عيني، استنى هون ورح جيب لك مي وارجع. تعالي مي. انتبهي، لا تدعسي على الألعاب، هلأ بتوقعي. تفضل، صحة وهنا. يسلموا. يسلموا إيديكي. صحة وهنا. رح روح هلأ، إذا لسه منك شي حاكيني. إيه طبعاً ناسي. يلا سلام. انتبه على حالك. وإنت كمان. من وقت ما انتزعت علاقتي بجاهد خانه ما عاد عرفت أي شي بنوب. شو عم بصير وشو ما عم بصير ما عم بعرف، ومتأكدة في شي عم بصير هلأ. آخ يا سفر، كل اللي صار معي من وراك أنت. لو أني متزوجة مقشك عن أحسلي على الأقل كانت نفعتني بشي. وأنا كمان بحبك. ليش صاير عم تتفتل من وراي مثل الحية؟ بفضلك جسمي عم يوجعني كتير. وأنا شو دخلني بقى كله من وراك؟ عم تتعاقب على اللي عملته. نيجار؟ خير، أكيد جعت. إيه إيه جعت. طيب يا ترى فيني الحلو يلي بتساوي أختي مليكة؟ ما في، قصدي ما في لألك أنت، كل من يلي عندك. ولا عملت حلاوة بسميد؟ لا والله يا صفر بيك، عقلك ما بيشتغل إلا بالأكل. أصلاً هون عم تروح بكل هذا الأكل ما عم أفهم. عم بحرقه كله وما عم بيكفي، وطبعاً أنت لما تزعليني أكتر. يلا حط الحق علي هلأ، طالع لأمك وعم تعلمك علي، وأكيد بنظرة أنا السيئة وأنت الملاك البريء طبعاً. شايفة ابن الحلال عن ذكره بيبان؟ هو بينقال شي تاني بس انسى. كيفك أمي؟ سفار شو أخبارك أمي؟ منيح أمي، أنت كيفك؟ وأنا منيحة كمان. اتوقعت تتصلوا فيني اليوم، بس واضح أني ما خطرت على بالكم. معقول ما تبارك لأمك وتسألها شو لازمك مثلاً؟ أو حتى تجي تاخد رضاها وتبوس إيدها؟ أكيد كنا رح نتصل، بس أنت سبقتينا، البركة فيكي. المهم على الأغلب رح تجوا لعندي المساء. ليك ساويت حلاوة بسميد، بعرفك بتحبها. اليوم صعب، ما رح نقدر نجي لعندك أمي. ايه خلص أمي ما في مشكلة، أنا فهمت ليش ما فيك تجي. طمني هلأ عم تساوي مثل ما قلت لك؟ ايه طبعا أمي. إذا هيك برافو عليك أبني، خلي شخصيتك قوية دائما واصحك صوتها يعلى عليك أبدا. ايه أكيد أمي. يا روحي أنت، اللي ضربت على الطاولة بإيدك مو هيك؟ طبعا ضربت. أمي بتحبي غني لك شي؟ طيب اسمعي. العزوبية طالت علي، ومخطيبي لي يا ماما وحدة صبية. الله يخلصني وريحني منك بقى سفر.